الله. كابتن اسلام، اهلا بيكم، برحب بضيوف حضرتك كابتن عادل طعيمه، كابتن ابراهيم عبد الصمد، الكابتن ابراهيم ماهر عبد همام. الصمد، كابتن ماهر همام، كابتن ماهر همام. طبعا بنعزي انفسنا طبعا دوم لله وحده، علاقتنا طبعا بالتزكيه للتوحيد علاقه قويه جدا، كان اخ وصديق، ويعني علاقه يمكن هو دفعتي من سني وطالعين مع بعض، ربنا يرحمه يا رب ويصبر اهله ويدخلوا في اتحاد النادي يا رب ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن حماده، النهارده ثلاث نقاط، اعتقد ثلاث نقاط مهمه جدا جدا جدا، زي ما كان الكابتن عادل بيتكلم دلوقتي بيقول ان فريق جون النهارده ادى مباراه رائعه، سواء في شوطها الاول من الناحيه من ناحيه التوازن ما بين الدفاع والهجوم، وشوطها الثاني لغايه لما اتعملت الثلاث تغييرات لفريق بيراميدز، وحضرتك دفعت الثلاث تغييرات في وسط الملعب والناحيه الدفاعيه، من سواء من الناحيه الهجوميه او من الناحيه الدفاعيه الامور كانت جيده جدا بالنسبه لحضرتك النهارده. الحمد لله، الفريق بيراميدز من الفرق القويه في الدوري، وشايفينها ثاني الدوري، بتأدي ماتشات كويسه جدا، عندها لعيبه على مستوى عالي، حلول موجوده في الملعب، كان عنده حلول موجوده في كل خط من خطوط الملعب. يعني الحمد لله كان ربنا موفقنا ان احنا نقدر نقفل المفاتيح اللعب. يمكن عنده اكثر من صانع لعب موجود في الفرقه، يعني عنده عبد الله، عنده كينو، عنده بنافنتي، عنده الاطراف اشتغلوا بشكل كويس جدا، مجدي قفشه لما نزل، يعني عنده ناس تعرف تصنع الفارق في اي وقت. يعني انا كنت قلقان لاخر وقت ان عنده مثلا عبد الله السعيد في اي وقت جاب جون، يعني عنده كينو ممكن بيقعد طول الماتش وممكن يخطف واحده او تسديده، مجدي قفشه لما نزل، فكان في توفيق من عند ربنا الحمد لله، اللعيبه يمكن قدرت تقف بشكل كويس، قدرنا نمشي الشوط الاول بشكل معين بسيناريو معين، مش الشوط الثاني حصل فيه متغيرات كثيره طبعا. بعد الهدف اكيد هو بيفتح خطوطه اكثر، قدرنا نلعب على المساحه الموجوده، كنت تقدر تجيب اكثر من جون الحقيقه. نعم الحمد لله، يعني قدرنا نمشي المباراه بشكل كويس. يمكن عملت التغييره الاخيره بقى بتاعت اوكا دي عشان ابتدى اقفل ورا الكور العرضيه، ابتدت الكور الطويله ابتدت تشتغل في عمق الملعب، والحمد لله يعني كنا اشد احتياج لثلاث نقط، صراع قوي جدا تحت في حوالي سبع ثمان فرق بيتصارعوا، يمكن الوقت ده الصراع ده يفضل موجود لاخر الدوري، يعني اثاره كبيره جدا في الدوري، اول مره تحصل في الدوري الممتاز المصري ان يبقى في التنافس قوي جدا دوت طول الوقت، بالذات على المركز الخامس والمركز الاخير. مظبوط، الامور كلها قريبه من بعض. يعني طيب كابتن حماده، كيف رايت الحكم النهارده؟ شفت الحكم ازاي النهارده؟ والله لا، يعني طبعا هو يمكن انا بتكلم، يعني هو ماشي كويس جدا جدا، بس هو جاملهم في الطرد احمد علي، احمد علي ما عملش حاجه خالص. انا كنت هسال، انا بسالك الاول عشان كده، هل حضرتك شايف ان احمد علي اخطا ان هو مثلا زق عمر او ما زقش عمر؟ ايه اللي حصل؟ هو عمر اللي زق، اشرح لنا يا فندم. وطلع اللعيبه كلها جري عليه بالدفوق، طبعا انت بتزقني مش هقف ساكت يعني. الكلام ده كله بيحصل قدام الحكم الايمن والحكم الرابع وهو ولكن هو عن حته الطرد برضه كان فيها شويه، ولكن هو اثناء المباراه كلها يعني، بس هو ما طردوش على طول، هو اداله اعتقد الانذار الثاني وبعد كده طرد. انذار الثاني، ده عمر انذار واداله هو انذار، هو كان الانذار الثاني دي. فتم الطرد، ولكن هو المجمل طبعا حكم كويس. يعني ادى لكل فرقه حقها، يعني النسبه عاليه الحمد لله. يعني تمام، عند حضرتك المباراه اللي جايه مين؟ عند الاهلي ان شاء الله يوم الاحد. يوم الاحد ان شاء الله مباراه، اعتقد انها هتبقى مباراه برضو مباراه صعبه على الجونه. علينا طبعا اكيد مباراه صعبه، والاهلي عايز يكمل في المنافسه بتاعته، وانا عايز اوصل مكان ان شاء الله احسن، وهنجتهد ونعمل اللي علينا وربنا يوفقنا باذن الله ان شاء الله. كل التوفيق لحضرتك كابتن حماده، يعني الف مبروك، ثلاث نقاط مهمه جدا، انا بشكر حضرتك جدا على هذه المداخله كابتن حماده صادق المدير الفني لنادي الجونه، وثلاث نقاط هامه جدا. كابتن ابراهيم، برضو مباراه النهارده كانت بمثابه بدايه جديده للجونه من خلال